الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة، في أعداء للرقبة كتير، أعداء. أولا النوم بطريقة غلط، إحنا أساتذة النوم بطريقة غلط، اللي بينام في العربية، واللي بينام هو يعني بيذاكر، واللي بينام في محطة مترو، واللي بينام في السينما، يعني النوم بطريقة غلط. برضو وضع الكتاف، يعني الكتاف، بص لك واحد ماشي كتاف عاملة كده مش عارف إيه، ده بيضر الرقبة جدا. الضغوط والإجهاد، برضو التوتر لفترات طويلة، والحركات الغير طبيعية بقى، يعني مثلا إن واحد يروح مرة واحدة مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها أو تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا. برضو يعني في ناس تحط راسها في زاوية غريبة، يعني بص تلاقي مثلا إيه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حتة في صندارة مثلا، طالع في صندارة وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده طويل هو، وقاعد في عربية صغيرة وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحتة بعيدة وطول التكة، هينزل رقبته فيها مشكلة كبيرة جدا. طبعا الإصابات والحوادث والوزن كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبة مهمة جدا يا جماعة، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل. والحقيقة العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقة الغضروف العنقي. هنفهم ليه النهاردة مع ضيف القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادتي، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوه. اهلا بيك يا مرحبا. عايز اتكلم الاول عن الام الرقبه، كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمه حضرتك قلتها مقدمه جيده جدا، واضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الايباد، تلاقيه موطي راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجي له ألم في رقبته. الرقبة فيها عمود فقري، الفقرات فوق بعضها متصلة بمفاصل وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف وعليهم من بره عضلات، فأي حاجة من اللي أنا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق أي مفصل في جسمنا أنه يعمل حركة متوسطة، يعني مثلا زي الصباع، لو انا عامل حركه زي كده مش هتوجع. تخيل بقى انت عامل الصباع كده لمده مثلا نص ساعه، تيجي تتنيه هيوجعك، او العكس اتنيه كده لمده نص ساعه تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبه، واحد منزل رقبته بيلعب لعبه وحاطط وضع غلط، او نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير، الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت، يعني وضع حاجة لا خطيرة جدا، وبعدين هتعمل بقى الألم، ما أنتش عارف الألم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي في المفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز والتآكل الشيخوخة يعني برضو بتصيب الرقبة. وأخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة، تلاقي برضو بيشيل حاجة غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته، يبقى فيها خطر. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصيه مختلفه شويه؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى اي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجه جيلي طريه، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن، الألم هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين او الحيل بالعربي. الألم اللي موجود انا ممكن يعني العين يجي يقول لك انا اعلى ظهري
بيوجعني. فاقول له والله لا، ده انت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الاولاني هو مفاصل الرقبه، لو هي وجعته وحصل فيها خشونه او التهاب هتعمل له الم في اسفل الرقبه، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلويه تعمل له الم في اعلى الرقبه، ويقول لك انا بيجي لي صداع خلفي كتير. والغضروف نفسه بقى لو داس على الاعصاب هيعمل الم في الايدين وتنميل في الايدين. فالعين يجي يشتكي يقول لك والله انا ايديا منمله، ايديا فيها الم بتوزيع معينه وليها رسمه، احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما اشوف الاشعه اقدر اقول والله انت الغضروف كذا هو اللي مأثر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجه فوق يعني خطيره انها تتساب ولازم تتعالج. يعني ايه اسباب الاصابه بالغضروف؟ انه وضع غلط، موبايل مسكه غلط، حادثه طبعا غلط، الشيخوخه الزمن، يشيل حاجه غلط على راسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل اي ستات. وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغه. طبعا وده اسباب من ضمن الاسباب. ضمن الاسباب. ازاي نشخص الحاله دي؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول انا مكان الالم كذا. اماكن الالم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصوره اللي شايفينها دي تديك اماكن الالم بتاعت مفاصل الرقبه. وشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك ايه ده، انا ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف اقدر اشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبه من ورا. هنا تقدر المنطقه الخضراء اللي باينه في الصور مفاصل الغضاريف دايسه على اعصاب، اللي هي جذور الاعصاب اللي نازله على الايد وعامله الضفيره العصبيه اللي نازله على الايد. اقدر من وصف المريض ودقه يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وافحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل او الفحوصات اللي بنعملها. اشهرها الرنين المغناطيسي، لان هو بيبين الخلايا والانسجه الطريه كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها، ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعت المريض ايه. فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف بتسابق. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول للغضروف ان هو عنده ألم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب. فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى في ألم، بعد الألم ابتدى في ضعف في الايد، القدره انه يشيل الحاجه، يقول لك حاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحدة أضعف من واحدة، ودي ضعيفة مش قادر يمسك. بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد، ممكن الموضوع يجيب إعاقة كاملة، وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض. فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الأدوية، إن أنا أفضل شهور وسنين باخد مسكنات. مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق التاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والأغرب كمان ان انت المرض بيجي، الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده أمراض تانية، والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات. طب ما هو لازم يريح نفسه، لو في الآخر الغضروف لازم يتعالج، يعني هتسيبه لحد امتى؟
والألم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجة. العلاج بإيه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكلة، هنتعامل معاه إزاي؟ طرق العلاج كتيرة، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود، يعني مرارة بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصة إن درجة الشفاء أسرع، لأن مفيش جرح، إن العين فترة نقاها أقل، رضا المريض بالعملية عامة تبقى أحسن. المريض يقول لك ده أنا دخلت عملت عملية في نص ساعة وأنا صحي. فهنا دلوقتي الجديد في العلاج الغضروف العنقي إن نعمل تبخير للغضروف، إن إحنا ممكن نوصل للغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة، والجهاز ده بيصور الرقبة بالظبط، واقدر احط الابره يعني هنا الابره شايفها داخله جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر بتطلع درجات حراره معينه نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده، الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، مريض مش متضايق، وممكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا، ونقول له احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف العيان يقوم يلبس هدومه ويروح، يعني مفيش حتى قاعد في المستشفى فتره طويله، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها ابر جنب الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفع لهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل، زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا حتى مهما كان عمر المريضه دي، وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعه يروح على اوضته ياكل حاجه يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجه يعني رائعه يعني مقارنة بالعمليات المفتوحة. لكن بعض الأحيان لا، يجي المريض أقول له أنا ما بحبش دايما أظلم الجراحة، لأن الجراحة برضو مهمة جدا، يجي المريض يقول لا بص أنت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكلة أكبر من أنها تتعالج بالإبر وتتشخص كده، لا أنت لازم تعمل جراحة مفتوحة. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص. يعني ايه الفرق بين التبخير والتردد الحراري؟ لانه جرى دلوقتي كلمه التردد الحراري على السنه الكثيرين. نعم. التبخير هو سلاح او ابره صغيره بنسميها سلاح، لكن في النهايه ابره بتخش لحد قلب الغضروف بجهاز التبخير وياكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف ما فيهوش تنشن او ما فيهوش بريشر على الاعصاب. التردد الحراري هنا اللي احنا شايفينه ده تبخير، تبخير دي عمليه تبخير، ابره داخله ببساطه ببنج موضعي والعين صاحي. التردد الحراري بقى الغضروف ده كان دايس على عصب، فالعصب ده عامل الم. طب انا اوصل بابره ثانيه بجهاز ثاني يطلع الذبذبات راديو، الذبذبات دي وجدوا انها فعالة جدا انها تشيل ألم العصب، فبقى كمان ممكن يتشال ألم العصب. والأهم بقى أكتر اللي هي كانت في الأول المشكلة ان الألم في الرقبة نتيجة الخشونة في المفاصل، طب ما المفصل ده علاجه ايه؟ كنا في الركبة ممكن أغير مفصل الركبة، طب في الرقبة أغير مفصل الرقبة ازاي؟ ما فيش حتى هيغير مفصل الرقبة. فبندخل إبرة على العصب اللي رايح للمفاصل اسميه عصب المفصل، والتردد الحراري هنا يخلي العصب ده مش موجود لمدة سنتين ثلاثة، ممكن من سنة لاثنين لثلاثة، والعين يبقى الألم ما فيش،
والميكانيكا بتاعت راسه حركتها سليمه ما فيهاش مشكله خالص، فيبقى المريض مستغرب ان هو الالم راح ونوقف كل المسكنات. فطبعا ده بتبقى حاجه يعني تقدم علمي رهيب. موجات الراديو دي بقى يستخدموها في حاجات كتيره جدا، نستخدمها في امراض الكبد، نستخدمها في امراض الرحم، امراض اورام في العظم. وابتدى بقى نفس الفكره لكن باجهزه تانية نستخدمها في علاج الاعصاب بشكل عام. فالتطور هنا في علاج الالم في السنين الاخيره عشان تطور مع جهاز التردد الحراري، بقيت اقدر اوصل لاي عصب في الجسم ونعالج العصب ومش نموته. يعني برضه ناس تقول لك ده داخل يكوي العصب، اقول لا، ما العصب وظيفته سليمه، انا ما انت ما مش هنشيل ايد العيان، لا ده هو بنشيل الالم الناتج عن العصب، لكن حركتك واحساسك وتشكه بابره يحس وكل حاجه سليمه جدا. في اعصاب حسيه واعصاب حركيه طبعا يعني. وانا بدخل على الجزء الحسي في العصب بتقنيه معينه بتردد معين ويحس برضو يعني مش بس الحسي ان انا باكل ويحس، لا ده انا الالم اللي ناتج عن العصب نفسه بيروح. طب والاحساس في العصب موجود، يقدر يلمس ويحس بالم برضو، بس الالم بقى الطبيعي مش الالم المزمن اللي كان عنده، والتنميل يروح. هو تقدم كبير يعني، بقى يعني العلم بقى فاهم العصب بينقل ليه الالم وايه الحته اللي بتنقل الالم والمشكله فين. ما انت لو تعرف المشكله هتوصل للحل. لو في اكثر من غضروف اقدر ادخل بقى؟ طبعا غضروفين ممكن بسهوله جدا نقدر نوصل لهم، وفي نفس الجلسه يعني بدل ما العمليه تقعد لها نص ساعه تقعد لها ساعه الا ربع. ولو في غضروف عنق وغضروف قطني ممكن، بس انا ما بفضلش ان العيان يتعمل حاجتين في نفس الوقت وبالذات منطقتين يعني. مهما كان العيان خارج راسه فيها شويه الم خفيف مكان الابره رخده، كمان الم في رقبته والم في ظهره بيبقى يعني مش هيبقى راضي قوي يعني، لكن هي كل حاجه وارده بس مش منطقي. العيان المصري بدا يفهم قيمه التدخلات المحدوده ولا لسه برضه؟ والله اقول لحضرتك حاجه، ان زمان طبعا العلم ده مش الناس مش عارفاه خالص، ويمكن احد سبب ان انا اتكلم عليه ان لا، علاج الالم علم نسبيا حديث في الطب، فرع بقى لوحده وبقت الناس تسال وتعرف. اول ما فتحت كانت العيانين يقول لي من عيادات العظم وعيادات المخ والاعصاب. دلوقتي لا، الاقي عيان جاي انا جاي اتعالج من الالم لوحده كده، واساله بحب استطلاع، طب انت عرفت منين؟ يقول لا ده انا قريت سمعت شفت حد عمل. ما في وحدات واقسام خاصه في دلوقتي في دلوقتي في دلوقتي بقت وحده علاج الالم موجوده تقريبا في المستشفيات الكبيره كلها. تقريبا يعني يقول لك عندكم دكتور الم، ودي حاجه من بقت الادفانتج يعني بالنسبه للمستشفى والالم الحاد والمزمن يعني. ممكن يعني المستشفيات الكبيره بتلاقي فيه فريق لعلاج الالم الحاد اللي هو بعد العمليه والاصابه وتروما او خبطه، والالم المزمن فريق تاني بقى يعني بيعالج الالم المزمن زي العمود الفقري والكانسر والعضلات عصب الخامس والتلفات العضليه والتلفات العضليه عصب خامس. فبقت لا قصه بتكبر كل شويه والناس بقت تفهمها وفاهم يعني ان هو لا ده بداخل يعالج حاجه انا بقالي سنين بشتكي منها. طب انا عايز حضرتك بقى للناس اللي عندها مشاكل في الرقبه وغضروف عنقي، حضرتك اقول لهم نصيحه او بمعنى اصح تلغراف ملخص اللي احنا قلناه، لان هم دول لازم يحفظوا اصل هم يعني تعبانين. يعني هو اي حد بيشتكي من الم في العمود الفقري عامه او الم في اي حته في جسمه والالم ده فترته زادت عن حد المعقول وما كانش شايف ان في خبطه معينه او حاجه ما يهملش، وبالذات بقى العمود الفقري لا ما يبقاش في عندك غضروف في رقبتك وبتتالم. ويمكن قلنا قبل كده ما تعانيش من الالم، يعني الالم ده هيجي لنا بس ما تعانيش منه. ويمكن ال WHO منظمه الصحه العالميه كانت طلعت في من ضمن حقوق الانسان ان علاج الالم حق من حقوق الانسانيه. يعني انت الانسان حقه انه يتعالج من الالم، دخل مستشفى وهو معهوش فلوس يتعالج من الالم بس، يعني الالم بقى حق. فالمفروض الانسان اللي عنده مشكله ما يسيبهاش يعني عشان ما تتفاقمش ويبقى عنده شلل او عنده حاجه يعني.
عندي أكثر. عندي فيديو عايز اوريه لحضرتك وتقول لنا بس الحته دي عشان دي اختلف عليها الكثيرين. تعال نشوف الفيديو المثير ده. ده الطقطقه يعني تقييمك للطقطقه ده يعني ليه عيادات دلوقتي بره له اماكن ومختلفين بيعملوه ليه عيادات مفيش حد في مصر ما يعني كل واحد له حاجه اما بيطقطق هي دي اتعمل عليها دراسات واثبتت انها ما بتعملش خشون لا مش طب الرقبه والحاجه لا بس طبعا حركه الرقبه العنيفه لا مؤذيه طبعا ده ممكن تعمل التواء في العضلات وبعدين ممكن تعمل خشونه في الرقبه بتقطعوا رقبتهم جامد بطريقه عنيفه يعني لكن الحركات العاديه العلاج بالتانيو والفرد والستريتش وكلها التمارين بتندرج تحت العلاج الطبيعي وبيجيب نتيجه واغلبها للعضلات لما يبقى مشكله في العضلات لما يبقى مشكله في غضروف دايس على العصب ما انا عندي حته ميكانيكيه هنا لازم تتحل يعني ده مش هيتعمل ميكانيكس يعني انت مش هتحل بطقطقه لكن الطقطقه بتاعت الرقبه لازم يعني تكون بحذر برضه وما يطقطق ليه يطقطق يعني هو يعني هي مش هوايه يعني هو ليه يفكر انه يطقطق انا ما فكرتش في حياتي اطقطق رقبتي بس يعني هو حتى يعني الحركه مش مطلوبه يعني اي مفصل ما تعملش عليه سترين وشد زياده عن اللازم خالص ولبس الرقبه في ناس تلبس الرقبه يبقى عنده وجع في رقبته هو زي ما بيعمل ايه الرقبه دي بتعمل فيكسيشن او تثبيت للمفاصل بتاعت رقبته وبالتالي هو مش عامل كده طب انت مش هتحس بالم هو ده مش المطلوب انا عاوزك تتحرك عادي اذا الالم اللي في اللحظه دي لازم ده هو ده اللي تعالجه زي ما واحد صباعه لما بيحركه بيوجعه فراح مجبسه طب ما هي الرقبه هتبقى حاجه زي كده انت جبست صباعك عشان ما تتوجعش طب انت مش عارف تحركه يعني في الطب الباب اللي يجي لك منه لا مش توجه لازم توجه وتحل المشكله جاب الله يخليك نورتنا يا فندم الله يخليك هذا الحوار الممتع طيب فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعاده مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بالام وظروف الرقبه الالم مشكلة كبيرة علم مهم جدا ينبغي أن نقف أمامه وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة ضيف العزيز له جزيل الشكر لكم أيضا في الناس الحلوة خليكم معنا سهل.